أكد المهندس طارق الملة وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الدور الاقتصادي الذي تؤديه الهيئة المصرية العامة للبترول ووجه الملا خلال الاجتماع بالمجلس التنفيذي للهيئه بتعظيم وزياده الانتاج من الثروات البتروليه مع الالتزام بتطبيق سياسات ترشيد الانفاق والاستهلاك والتكامل بين الشركات وتهيئه المناخ الجاذب للاستثمارات ودعم الشركاء الاجانب وخاصه فيما يتعلق بالبحث والاستكشاف والانتاج الذي يعد حجر الزاويه في الانشطه البتروليه. كما لفت الملا لاهميه الاسراع في تطبيق التحول الرقمي.